انتهت مباراة الأولمبي والمنصورة بفوز الأولمبي بثلاث أهداف مقابل لا شيء، ثلاث نقاط غاليين جدا، وصل للنقطة 16، صعد بيهم مؤقتا للمركز الثامن طبعا قبل مباراة غزل المحلة، وهنتابعها مع حضراتكم. الأهداف أمام حضراتكم، الهدف الأول عن طريق خالد الشيخ في الدقيقة الثالثة من عمر المباراة، واتفقنا أن هدف مبكر أربك حسابات المنصورة وأهبط من عزيمة لعيبة المنصورة. الهدف الثاني جه عن طريق بدوي عاشور من مهارة فردية بيحطها باطن القدم في الزاوية البعيدة لحارس المرمى في الدقيقة 24، ينتهي الشوط الأول بتقدم الأولمبي بهدفين مقابل لا شيء على نادي المنصورة. مع بداية الشوط الثالث وعلى عكس سير المباراة في الشوط الثاني المنصورة هو اللي كان ضاغط وكان عنده النية لتعديل النتيجة، ولكن طه ابراهيم من كنترول عالي جدا على الفخده كده اليسرى ووش قدمه اليسرى بيحطها في الزاويه البعيده لحارس المرمى، بتعمل زي موزه كده عشان ينهي على امال المنصوره العوده مره اخرى للمباراه ويفوز الاولمبي بثلاث اهداف مقابل لا شيء. كابتن وليد صلاح الدين، شفت المباراه ازاي بشكل عام؟ المباراه فيها كلام كتير قوي، مبروك طبعا الاولمبي، مبروك كابتن نبيل محمود، هارد لك فريق المنصوره وكابتن ياسر الكناني، بس الاولمبي عمل سيرك على المنصوره، اهداف حلوه قوي. الهدف الاول زي ما انت بتقول في الدقيقه 3 لخالد الشيخ فتح الجيم، خلى المنصوره يضطر ان هو يهاجم بكثافه، اشتغل الكابتن نبيل محمود بشكل كويس قوي، حاول الكابتن ياسر الكناني بين الشوطين انه يطلع حسن ماريو ونزل فرج كمال، لعب في نص الملعب وضغط وخلى عبد العزيز امام هو اللي يروح كباك رايت. تمام. زي ما انت بتقول ضغط شويه الشوط الثاني بشكل كبير، لكن الاخطاء كبيره قوي في المنصوره، يعني اخطاء دفاعيه رهيبه واضحه جدا في الجون الثاني. مش ممكن انا يبقى اوت يروح جون من، يعني مساله صعبه قوي. لو جبنا الهدف الثاني هنلاقي الراجل بدوي عاشور مستلم الكره من الاوت والناس كلها بتوسع له لغايه لما يدخل لجوه ويحط ببطن رجله في البعيده الهدف الثاني، بس الثابته كمان وبعد الهدف الثالث كمان من الدقيقه بقى 60 انا شايف ان الكابتن نبيل بفرقته عملوا سيرك، استحوذوا على الكره كويس قوي، راحوا للجون كتير، كان ممكن تبقى كمان نتيجه تقيله على فريق المنصوره، لكن يعني هارد لك فريق المنصوره، واتمنى للكابتن ياسر كمان ان هو يكمل مع الفرقه لانه مدرب كبير وبرضه ماشي معاهم كويس، لكن هي حاله مباراه. على الجانب الاخر الاولمبي بيكشف عن ان عنده فرقه بتلعب كره حلوه قوي. كابتن اكرم، شفت المباراه ازاي؟ والله زي المباراه زي ما انا بقول لحضرتك، المباراه خدمت النادي الاولمبي في ان المباراه الهدف جه بدري قوي، ادت ثقه وطمانينه للاعيبه الاولمبي، بداوا يادوا اداء كويس، وانا اعتقد يعني موضوع الملعب بقى انتهت يا كابتن، يعني ما يعني المفروض ما نتكلمش فيها، لكن احنا لو بنتكلم بقى يعني ادت فرصه للكابتن نبيل محمود ان هو يغير تغييرات ايجابيه وتغييرات ادت طابع الثقه، حتى نشوف في التغيير الاخير لما احتاج يمسك الكوره في ارض الملعب نزل بوجي، نزل بوجي خبره بيتقل على الكوره خلاص قتل الجيم بالنسبه لنادي المنصوره، لكن انا باخد على نادي المنصوره العصبيه الزايده من اول دقيقه فانطبعت على اللعيبه وانطبعت على ادائهم، التسرع اللي هو بيبقى موجود، وانا حاسس ان دي برضو حتى يوم ماتشنا كابتن في ماتش الحريه المنصوره لما بيدخل فيه جول في الاول بيفقد التركيز وديت طبعا يعني ما ينفعش تبقى سمه من سمه فرقه بتنافس ان لما يدخل فيها جول يدخل فيها 2 و3، فديت عمليه صعبه جدا، لكن ممكن يراجعوا حساباتهم تاني نادي المنصوره في الفتره اللي جايه ويثبتوا الجهاز الفني بكابتن ياسر الكناني ويشوف الاخطاء والعيوب اللي عنده في خط الظهر المفروض يعالجها في الفتره اللي جايه، لكن برضو كابتن نبيل محمود لعب قد الجيم كويس، والتغييرات بتاعته من اول تغيير لحد التغيير الثالث كلها كانت ايجابيه بتصب في مصلحته، واللي ساعده الحاله الجيده بالنسبه للاعيبه نادي الاولمبي في خلال المباراه والحاله المتدنيه بالنسبه لنادي المنصوره في المباراه دي. بنشوف مع حضراتكم خلاص الاستعدادات الاخيره لمباراه غزل المحله وديكيرنس على ملعب المحله، سريعا هنشوف تقرير عن هذا اللقاء وناخد تعليقات وتوقعات كابتن طبعا شريف وكابتن جمال عن هذا اللقاء، ولكن بعد هذا التقرير. يخوض فريق الكرة بنادي غزل المحلة اختبارا صعبا اليوم
عندما يستضيف دي كيرنز ضمن مباريات الجولة 12 من دوري القسم الثاني المجموعة الثالثة. ويأمل إبراهيم يوسف المدير الفني لغزل المحلة أن يخوض فريقه المباراة بروح معنوية مرتفعة، حيث حفز لاعبيه من أجل تحقيق الفوز مستغلا إقامة المباراة على ملعبه للدخول في دائرة المنافسة. وتضع جماهير المحلة الغفيرة آمالا كبيرة في الجهاز الفني للعودة للمنافسة على القمة بعد تراجع ترتيب الفريق للمركز التاسع ب14 نقطة. ويخشى أبناء الغربية مفاجآت دي كيرنس المنتشي بالانتصارات بعد تغلبه الجولة الماضية على شربين بهدفين لهدف، حيث يسعى دي كيرنس بقيادة صابر عيد لمواصلة صحوته والابتعاد عن منطقة الهبوط والدخول في منتصف الجدول بعدما قفز للمركز الثالث عشر ب9 نقاط. نروح سريعا لكابتن شريف الخشاب ونتعرف منه على تشكيلة غزل المحلة لمباراة اليوم وتفكير كابتن إبراهيم يوسف في هذا اللقاء، وخصوصا ان هو قادهم في 3 مباريات في الدوري، تعادل في اول لقاء مع حرس الحدود ورجع فاز في المباراة الثانية وتعادل المباراة الأخيرة امام المنصورة، ماشي بشكل اكتر من رائع. كابتن إبراهيم يوسف، كابتن شريف، نعرف التشكيلة مع حضرتك. المحلة بيلعب النهارده بحارس، النهارده اول مرة يلعب محمد فتحي وبيلعب محمود بزيد قدامه محمد البعلي واحمد عبد الرسول واحمد فهمي، بيلعب ثلاثة في نص الملعب مدحت فقوسة وأحمد عبد العال ورائد منسي، قدامهم خالد الإخميمي وعمرو الفيومي، وبيلعب بفيروت مهدي الصبحي، إنما طبعا بيبقى فيه زيادة عددية من نص الملعب أكيد، وخصوصا إن مدحت فقوسة مجهود وافر وتحت السن وإضافة جيدة، واللي إبراهيم يوسف بيعمله إنه بيحاول يدي لأولاد النادي فرصة أكبر اللي هم الصغيرين اللي عندهم الاستمرارية زي ما انت بتقول، هو ماشي بخطة ثابتة، بس اعتقد المباراة النهاردة هتكون دفاعية بحتة من دي كيرنس وهجوم ضاغط من غزل المحلة، وخصوصا ان غزل المحلة له مباراة مؤجلة مع الاولمبي، لو كسب مباراتين ممكن يقرب شوية من المربع اللي فوق. تمام كابتن جمال حمزة، تشكيل دي كيرنس مع حضرتك وكابتن صابر عيد مثبت ال11 هم من المباراة السابقة امام شربين واللي كسب بيهم 2-1. تمام، بس عايز ابارك للكابتن نبيل محمود نقول له مبروك وفوز مستحق وعمل اداء هايل الفريق الاولمبي، فبقول لهم مبروك على الثلاث نقاط. تشكيل دي كيرنس، حراسه المرمى عمرو عيد، 4 في خط الظهر من اليمين محمد الدشه ماشي هنعرف هنعرف احمد العدوي 25، امير مشرفي الدشه امير مشرفي 5، احمد صلاح ناحيه الشمال رقم 13، 4 في نص الملعب من اليمين منصور محمد رقم 17، ابراهيم عبد الخالق 20، محمد ابراهيم تريكا 14، علي الصعيدي 22، 2 راس حربه يوسف الساعي 9 واحمد ابو الخير 30. هل تتوقع كابتن صابر هيضغط غزل المحله في غزل المحله؟ ما اعتقدش يعني، اعتقد ان هو هيبقى مامن وسط ملعبه، لان بالطريقه اللي احنا شايفينها ممكن يبقى في حد فرود تحت الفرود الصريح احمد ابو الخير، احمد ابو الخير اللي بيبقى تحت يوسف الساعي متهيالي، هيبقى عامل 5 في نص الملعب، يعني هيبقى في 5 في نص الملعب، زحمه برضو في نص الملعب عشان يحاول ان هو يبوظ لعب غزل المحله، فاعتقد ان هو هيبقى متحفظ ويلعب في المساحات لما المحله تهاجم هو يلعب على الهجمه المرتده. اهداف في الشوط الاول يا كابتن جمال؟ ممكن يكون في اهداف. كابتن وليد، عشان قبل ما نروح للمباراه، في اهداف في الشوط الاول؟ اتمنى ذلك. بس ما يبقاش مبكر، عشان لا يا ريت يبقى هدف يفتح يعني الماتش، هو تحديدا عشان التنشنه بتزيد في الهدف المباشر. وبص، هو تحديدا عشان على ملعب المحله، لو المحله هو اللي احرز هدف بدري دي كيرنس هيضطر يفتح خطوطه ويضطر يبقى عايز يتعادل، فالجيم يحلو بالنسبه لنا. تمام كابتن اكرم. والله احنا بقى انا بتمنى، عشان ما ينفعش انا في المجموعه ما ينفعش اقول لا وكلنا عشان ما تزعلش حد، لكن انا قصدي معطيات المباراه والتشكيلات، لا يعني لو على الورق بنقول غزل المحله وفي ملعبه وبالنسبه لفرق الامكانيات في كل الاتجاهات طبعا كافه المحله ارجح. تمام، لكن ما تضمنش الظروف ان ممكن دي كيرنس يلعب زون ديفنس وياخد هجمه مرتده، وخاصه ان عندهم يوسف الساعي سريع. كابتن شريف، انا اعتقد ان هيكون في اهداف في الشوط الاول، ولكن شكل المباراه في الشوط الاول هيبقى في دفاع من دي كيرنس ومش هتتفتح زي ما وليد قال الا لما يجي جول. نطلع لفاصل وبعد الفاصل هنتابع مع حضراتكم مباراه غزل المحله ودي كيرنس بصوت وتعليق احمد عبد الرزاق.